السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. في البداية كده أنا عايز أعرف القرار بيتاخد إزاي جوه النادي الإسماعيلي، إزاي القرار بيتاخد جوه النادي الإسماعيلي، ولما يتم التعاقد مع صفقة أو التفكير في صفقة بيتم معاها على بناء إيه؟ على أي أساس؟ احتياجات المركز ده ولا إحنا محتاجين حارس مرمى؟ إحنا محتاجين حارس مرمى. يعني الماتش اللي فات خطأ لمحمد كوكو، ومن ماتشين كان في خطأ لمحمد فوزي، شايلونا الماتش، شايلونا نقاط. يعني احنا محتاجين حارس مرمى ضروري يكون في النادي الاسماعيلي. لما اسمع الاخبار او اقرا كده ان في مفاوضات مع حسام اشرف وسيف فاروق جعفر في نادي الزمالك، طيب الاولى حراس المرمى. عندنا مشاكل في الباكات، يعني معلش عصام صبحي، في ناس بتقول هو بيلعب ليه عصام صبحي في النادي الاسماعيلي؟ ايه اللي مصبره فيه، واسطه ولا حاجه؟ احنا لازم نفهم النقطه دي. وحمد النقاز ايه اللي جابه النادي الاسماعيلي كباك؟ ما ينفعش، كان حلو زمان، كان حلو زمان، لا يمشي. وعندك الجنب التاني دسوقي واحمد محسن، يعني مش سالكين. لا هو احمد محسن اللي كنا نعرفه ونتفرج عليه قبل ما يجي النادي الاسماعيلي، ولا محمد دسوقي بيأدي اداء عالي، يعني في هبوط في المستوى، مش قد المستوى. فانت عايز مين؟ انت عايز حارس مرمى وعاوز باكات، دي اهم حاجه دلوقتي في الفريق. طبعا عندك خط النص وياو انور وفارس شوات، فرقوا مع الفريق كويس جدا في الفتره الاخيره رغم النتائج مش مؤثره. تاني حاجه والنقطه الاهم، احمد الجمل وعمر جمال انضموا للاداره الفنيه للنادي الاسماعيلي، للجهاز الفني للنادي الاسماعيلي، ما عنديش مشاكل. ولكن لما اقرا في الاخبار كده، واليوم السابع منزله ان قرر الكابتن ايمن جمل المدير الفني للنادي الاسماعيلي ضم عمر جمال واحمد الجمل للجهاز الفني للنادي الاسماعيلي لخبرتهم في التدريب. طيب يا عم، دي كانت لعيبه من الاسماعيلي ولعيبه جميله جدا، احنا انا ما اعرفش عنهم خبره في التدريب صراحه، انا ما شفتش احمد الجمل ولا ايمن ولا عمر جمال بيدربوا، ولا اعرف هما كانوا بيدربوا مين حتى. دي حاجه. ومين اللي بيكرر؟ والاخبار كاتبه ايه؟ كل الاخبار كاتبه كده ان ايمن الجمل هو اللي بيكرر في مجلس الاداره، ما اعرفش. تاني حاجه، طيب خلي عندي النقطه دي كلها. طيب لما ايمن الجمل بيقرر نجيبه، طيب انت ازاي بتقول ان انت بتتفاوض مع حمزه الجمل وتتفاوض مع مثلا احمد حسام ميد، ولا احمد حسام ميد بيقول ان الاسماعيلي بيتفاوض معايا وبتتفاوض مع مش عارف محمد وهبه وتتفاوض على حاجه؟ انت هتجيب مدير فني ولا مش هتجيب؟ ما اصل انت لو هتجيب مدير فني هو اللي هيجي يختار الجهاز اللي هيتعامل معاه، لكن ايمن الجمل اللي هو يختار، يبقى انت يعني ثابت على ايمن الجمل. طب افرض ايمن الجمل الماتش الجاي العمليه سايبه معاه، ما وفقش، هتمشيه. طيب اللي هيجي سواء حمزه سواء غير حمزه سواء فلان، وجه وحمزه الجمل قال لك كلمه صريحه، يوم ما هينده الاسماعيلي هيلاقيني، ما اقدرش استغنى عنه وما اقدرش ابعد عنه وما اقدرش اتاخر عليه، تمام كده. طب لو ايجا هو اللي هيختار الجهاز الفني، ولا خلاص ايمن الجمل موجود واحمد ايمن عمر جمال موجود واحمد الجمل موجود، ماشيه ازاي؟ فمن هنا احنا عايزين توضيح، توضيح انت مجلس اداره انت واخدنا فين وليه. يعني لغايه دلوقتي برضو الجمعيه العموميه صابره، صابره ليه؟ في ايه للصبر ده كله؟ قرارات غير جيده. شايف ان النادي الاسماعيلي فيه لعيبه تقدر تدي وتعمل نتائج كويسه جدا، محتاجه مدرب فاهم وواعي. قضينا فترة طويلة مع جريدو بيلعب بشكل ثابت وبتشكيلة ثابتة، وهي 4-2-3-1 ما بيغيرهاش، ومعتمد على باسم مرسي ما بيغيروش، ياو انور كان قدامه ما بينزلوش، يعني لعيبة او فكر ثابت جدا. معاك مجلس الإدارة ماشي بهذا المنهج، الفكر الثابت، الفكر الثابت اللي هو ايه؟ ان انت مثلا بتضحك علينا، ما تكون صريح. انت فضلت تقول انا بفوض حسام حسن، في لحظة حسام حسن بتليفون ما اتفقش كام ولا كام مع كام، لو علي راح على المصري. ما هي العملية مش عاوزة لف ودوران. حمزة الجمل طلع قال أنا كان في كلام قبل ماتش سموحة من المهندس يحيى الكومي إن أنا أمسك الإسماعيلي وما تأخرتش، فجأة لقيتهم إن هم كاتبين إن هم يعني بيجددوا الثقة بجريدو. طيب وجريدو اتغلب، طيب أنت اتفقت مع الراجل واتصلت بيه وفوضته، مش عاوز تجيبه ليه؟
مش عاوز حاجة تتم ليه؟ طيب أيمن الجمل هدي لك مقعده ليه؟ مع احترامي لأيمن الجمل أنا مشفتش منه حاجة، وممكن ينجح أيمن الجمل، بس أنا مش في فترة إن ممكن ولا مش ممكن، إن خلاص الدوري بيخلص، إن الدوري خلاص إحنا دخلنا في الجد، إحنا عايزين فوز، عايزين نتيجة. حتة إن أنا بجرب ولا مجربش مش وقت التجربة، في وقت متسع فيه إن أنا أجرب وأعمل كذا، لكن الوقت خلاص أزف. الفرق فين وأنت فين؟ إحنا تحت تحت بدون فوز. والتحكيم طبعا ده عاوز موالة التاني يعني. أتمنى إن الرسالة توصل لمجلس الإدارة، لايك لايك عشان الفيديو ده يسمع يوصل. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.